متابعي ومتابعات قناة شوف تي في، أسعد الله يومكم. إذن هنا من حي البيار كنخلو لكم صورة ديال وصوت احتجاجات كيرفعوهم عاملات معامل تصدير السمك، وأيضا جيران بعض المخالطين وبعض المصابين بفيروس كورونا اللي تصابوا في هذه الأسابيع الأخيرة الماضية واللي تسجلت على إثرهم أكبر بؤرة في المغرب، مصابين بفيروس كورونا المستجد إثر إصابة إحدى العاملات. بعدها انتقلت الإصابات العاملات كثر، فات العدد ديالهم 500 إصابة بمدينة أسفي. إذا أكدوا لنا الإخوان أن الصوت عندكم مسموع قبل ما نبداو معكم هذا اللايف. السلام عليكم. السلام عليكم عليك. عاودين انا لا نتوما من الساكنه ديال حي البيار. حي البيار. لا دابا عاود لي دقه شنو هو المشكل ديالكم؟ المشكل ديالنا قاعدين مواكي ما شاربين. كنتي خدامه في فابريكا؟ كنا خدامين في فابريكا وقعدنا. حنا وجينا حلينا ناطنين، انا هاد الاثنين هادي مشيت ليه مره طحت فيه. علاش؟ طحت زلقت. جيت قعدت لاج في حالاتي. ما خداماش. دابا كانوا الوزينات كلشي هذاك وزينات كلشي خدامه. اها ماشي الوزين اللي كانوا فيه الاصابات. لا الوزين اخر. الوزين اخر تحبس. كلشي 17 واحد اخر تحبس حتى هو مع هذاك اليوم. الوزين تحبسوا. اها حتى الوزين قلت لك تنعطني. تحل. هي اللي تحل. اها عيط علينا مشيت طحت فيه. جيت قعدت لاك. عندي ربعه الدراري اللي عندي. كلشي قاعد ما خدام حتى واحد. العيد ما عنديش واش نشري. المعاونه كتفرقها من الليل لليل. واش هذا عباد الله ماشي منقول هذا؟ كل واحد الله اللي طالع بيه. والله ما عندنا فاش نشد حي لولادنا، اختي مولي كامية ما عندنا، الدواء ما عنديش فاش ناخذو، قسما بالله وحده منهم اليتامى هادي، هاي وحده منهم، هاد الناس كلشي مضرور، كلشي مضرور، كاملين مضرورين، هادي عندها معاق، هادي ما قاعده ما خداماش، هادي زيد عيطيها في قاس لوجي انت وقعدت، انا كنت داير عملية العينية، عينيها وقعدت، خويا هاديك ما خداماش، هادي هادي عندها راجا معاق، هاي هي معاق، ها خويا كلشي، المياه كامل، شي واحد هاكا حشومة ولكن الله ينسى سيدنا، سيدنا مخرج لنا هذا الشيء وانت واحد ما دير بحسابنا، كذب عليك، انت واحد ما دير بحسابنا وجا الحباب، ملي يكون الحاجة تصحي وجا الحباب، وملي كيتوفروا عندنا كيجيبوا لنا ما ناكلوا، اش هي هذه؟ الماما بدو كتساني 6 شهور، 36,000 اللي عندي، مين غنجيبها؟ وليني سمي غنجيبها؟ ها؟ وعندي بنتي مريضة كتاكل يدوا ديال العصب، بنتي مريضة قالنا عندها 15 في الشهر، مين غنجيبها؟ اه شو ما هادشي ماشي هادشي ما يبغي لا ربي لا عبدو، غيديروا مع كل شيء ولا يحبسوا على كل شيء، ما يقيدوناش، ما يشدوش لنا الوامر تاع التليفون ما يقيدوا فينا، عرفوا حنا التقييد ديالاش، قال لك ما يحسونا، اش ما يحسوا فينا حنايا؟ وولينا اش ما يحسوا فينا؟ علاش يدوروا في الدار بالضوء ويقيدوا يشدوا لنا تاع التليفون؟ شحال من واحد كاين في الدار؟ شحال من واحد عندنا في الدار؟ دابا انتم كان عليكم الحجر الصحي كنتم مسدود عليكم. كل شيء كانت الحومه ديالك مسدوده. هادشي كلشي كنزود عندنا في الدروبه والبوليس في الدروبه. تازمين بالحجر الصحي. مخزيو وبوليسي، مخزيو وبوليسي في الدروبه. دابا الدعم اللي كتهضري عليه هي ديك القفه اللي عطاو الناس اللي كانوا سادين عليهم. ها. القفه اللي فيها شويه فيها شويه المساعده ديال الناس اللي سادين عليهم. ايه. استفدتي من رامي. استفدتي من رامي. اين رامي اللي كنقول لك على الوزير كتقول لي. دابا الرامي دابا الدعم ديال رامي استفدتي منه. دابا انا ما يقدروش يعطوني رامي، واش فهمتيني؟ ما يقدروش يعطوني، ما غنستافدش. على حقاش عندي لا كيس. خديتي من لاصونيس وخديتي لك الوزير. الوزير ما عطاناش. حتى هو ما اعتقناش. قعد تعيا ويعيط حنا ناطنين، اش هي هادي؟ ووريني وليدي هذيك كيف غنديروا ليها؟ ها انت خدمتي نهار، اش غادير لك هذا النهار؟ اش غادير ليا؟ باش نقدروا نعرفوا الا كان ممكن نعرفوا بشحال كتخدموا الكنزه انتم؟ الكنزه حنا كنشدوا الكنزه شحال شحال؟ 15 يوم 15 يوم بلاتي 15 يوم 15 يوم كنتخلصوا شحال كيعطوكم فلوس؟ على حساب خدمتك على حساب السويع ديالك على حساب سويعات قطعوا النهار خدمتي شي كتشدوا ما خدمتيش راك قاعد اما يعقل عليك حتى واحد حتى واحد ما كيجي يعطي بشحال كيحسبوا لكم الساعه باش نعرفوا اكثر المعاناه ديال العاملات ديال التصبير الساعه اللي كتحسب لينا غنقول لك ديك 260 الساعة هادي اللي عندنا 260 دير لك كاع 6 سوايع في النهار ها 98 درهم إلا جاتكم 100 درهم يا نديرو 100 درهم كاع 6 سوايع نديرها ب 100 درهم واش غادي لك 100 درهم؟ ماشي ما كاملاش ها؟ غتخلصيك الضو؟ غتخلصيك الماء؟ وولين يا سيدي راه ما كاينش
السيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. حنا بغيناها نفهموا هاد الاحصاء اللي حصاونا وهاد شحال واحد في الدار وداو لينا الرقم ديال التليفون وكل شيء. انا عندي الولد مريض كيدير لي كوش، ما خدامه ما والو، ما كنستافد من حتى حاجه. عمر شي حد ما جاب لي حتى لي كوش لي. انا يسولوا عليا الناس ما خدامه ما ردامه. انا بغيت غير نستافد، ما استافدت لا من الراميد لا من لاكارت لا من حتى حاجه. هاد الناس اللي حصوكم باش نفهموا، واش الناس اللي حصوكم انتوما في الدروبه اللي فيهم المصابين؟ احنا جيراننا مصابين. واش الناس اللي حصوكم السلطه ولا الناس تاع الصحه؟ لا حصانا نقدم. حيت كاينه يقدروا يكونوا الناس ديال الصحه كانوا باغيين يعرفوا المخالطين. كاينه هذه المساله. علاش مقيدين؟ حنا يفهمونا ملي كتقول دويا مع المقدم تقولي لي علاش ما كيجيش؟ تقول لك حتى حاجه. حنا راه النص هنا يجي هو المقدم بنفسه قلب. راه النص كاينه المراه الهجاله. كاين الراجل ما خدامش، كاين بزاف الناس اللي ما عندهم السكن حتى باش كيشرو الطرب تاع النعناع. كاين احنا ما عندناش ما حكيناش، انا مراه هجالة عندي جدراري ساكنة بوحدي، انا حصاوني، قولي شحال عندك من واحد في الدار؟ احنا ثلاثة انا وولادي، ولادي جوج انا وحدة، هي ثلاثة، جدة بعدنا نمر التليفون، ملي قلت ليها انا علاش؟ قال لي غا بغينا نحصوكم، احنا ما استفدناش من هاد المعاونة، عطاونا احنا هاد الكفوف اللي فرقوا مؤخرا دول المحسنين. اييه ما عطاوش ما عطاوش ما شديناهاش ما عندناش. انا ما عنديش الراجل مطلقه، عندي جوج الوليدات ساكنه عبد وحدي، اللي ما يخدمش بوحدي ما كنجيبهاش. كنتمنوا الله يحنوا فينا الله ينصر سيدنا. امين. السلام عليكم. عليكم السلام اسيدي. كنا نرجعوا حنا محجوجين، ديروا لنا شريط دم. داو السيده اللي الفوق، داو السيده اللي الفوق جابوا لها المعاون. حنا ما الراجل عندنا مريض، خرج كاع الدار معاهم، قال لهم حتى انا بحالي بحال السيد اللي جات، وقال لي هذاك راه مرته داو هاد الكوب. حنا معانا في الدار، هو ما خدام ما ردام، راه الناس كاع تيعرف مريض. اذا كنتمناو انا من ان السلطات المحليه هنا بمدينه عسافي وعلى راسهم الدائره الثالثه انها تجي تواصل مع هاد المواطنين وتشرح لهم، تفسر لهم بعض الامور. هاد الناس اللي كيهضروا على الاحصاء راه يقدر يكون احصاء كيتعلق فقط انهم يحسبوكم الناس. لا قدر الله انتم كنتم من المخالطين، انتم كنتم من المخالطين. اذا كاينه مساله ديال انكم يحصوكم، يحطوكم عندكم الاسماء ديالكم وداك الشيء، هادشي علاش خداو الاسماء ديالكم. كنتمناو انهم السلطات المحليه تجي تواصل معكم في نفس الوقت، يشوفوا معكم هذا المشكل ديال الدعم، انتم تستافدوا الا كان شي حاجه ديال الدعم. هذا حاجه الله يخليك عليك. سولت لي بنيتي في الحاجه الصحيه. لا ماشي مشكل، خليها صغيره صغيره، عندها خلف 18 عام. وانا في حبسيني وليدي. انت فكتي؟ انا حبسيني في الدار. وهذه ماما في لوطي. خمس هو كي دايره هذه 15 يوم عباد الله، وجات مع رمضان هذيك الاولى، جاتنا مع رمضان وصبرنا وقلنا اخ، وصبرنا وكافحنا باش ما عطل الله، وقلنا سيد ناقص الى ما جا اليوم الخير، الى ما جا اليوم يجي غدا. ولكن الله يفرجها الناس راه كثروا علينا بزاف بزاف، كثروا. جاب وقت العواشي بعد العيد كبير، والشي عباد الله شي مضحي وشي قاعد. اذا كانت ضحيه ضحيه الله ما يضحي اثنين، ما يعطوها حتى لحد، حتى حد ما يضحي. ان شاء الله ان شاء الله يفرجها من عندك. اذا الى هنا متابعي ومتابعات قناه شوف تي في، كنشكركم على المتابعه ديالكم، دمتم في رعايه الله، الى بث قادم ان شاء الله.